السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه جديده بنتكلم فيها على ال HDFS، على الميكانيزم بتاع الريد والرايت. احنا شرحنا الجزء ده في فيديو نمبر 4 تقريبا، لما قلنا فيه ال HDFS ازاي بيعمل ريد ورايت للفايلز على هادوب. حلو. طيب احنا النهارده داخلين ليفل اكتر. ليفل اكتر ده هو ان احنا نعرف تفاصيل شغال ازاي. ان جنرال انا بقول ده وجهه نظري، في 5 ليفل من التفاصيل الناس بتحاول تعرفها. التفاصيل الاولى، الجزء الاول هو اوفر فيو، ده ليفل 1، ان انا بقول لك ان جنرال ال اتش تي اف اس شغال ازاي او بيقرا ايه، بيخزن داتا بشكل ديستريبيوتد، النيم نود مسؤول عن ان هي بتخزن اللوكيشن، والداتا نود بتخزن الاكشوال داتا بشكل ريبليكيتد. ليفل 2 ان انا امسك معاك اكزامبل فايل واقعد اقول لك الفايل ده لو هيتقسم على الداتا نود او هيتحط في هادوب بيحصل ازاي. ده شرحناه في فيديو نمبر 4. النهارده احنا داخلين ليفل اكتر، ان انا اقول لك الفانكشنز procedure او الاوردر بتاع الفانكشن بيحصل ازاي واللي بيحصل internal. ده كان ليفل نمبر 3. ليفل نمبر 4 ده مش ممكن ما نخشوش في الكورس ده، وده مش التارجت بتاعنا. نفتح معاك الكود اقول لك ان جنرال الفانكشنال اللي احنا قلناها دي موجوده فين وبيتكلم بعضها ازاي. نمبر 5 ان انا اخش معاك لاين باي لاين في الكود. احنا نمبر 4 نمبر 5 مش هنفوكس عليهم دلوقتي، احنا تركزنا على نمبر 3 النهارده. طيب في نمبر 3 النهارده احنا بنتكلم على الاناتومي اوف فايل ريد واناتومي اوف فايل رايت. في كتاب هتلاقي الجزء مشروح تقريبا من صفحة 87 94 تقريبا، 6-7 صفحات، الكاتب بيشرح الجزء ده. دي مفصل شوية حاجات، في حاجات احنا بنشرحها زي ما هو شرحها، في حاجات بنشرحها بشكل مختلف عشان نبسط المعلومة، بس طبعا في نفس الإطار الصح. طيب نبدأ هنا بالبروسيس. أنا عندي كلاينت، كلاينت ده عايز يقرا الداتا من الماشين بتاعتي. انا عايز اكات كل السيلز داتا اللي موجوده في شهر واحد، ممكن تكون وان فايل ممكن تكون مالتي فايل. فاول حاجه كلاينت اللي هو الداتا، الكلاينت نود اللي هو ممكن يكون البي سي بتاعي او اي نود تانية سيرفر، بتروح بتعمل حاجه، انا بتكول الاوبن فانكشن. الاوبن فانكشن دي اللي هي موجوده في الفايل سيستم. فايل سيستم هو انستنس من الديستريبيوتد فايل سيستم اوبجكت، شرحنا قبل كده الجزء ده تمام. فاول حاجه يروح مكول اوبن، ماشي. اوبن دي هتروح مكول الاوبن فانكشن الموجوده على الديستريبيوتد فايل سيستم. حلو. وبعدين الديستريبيوتد فايل سيستم هيروح يكول النيم نود، لو سمحت انا عايز اجيب اللوكيشن. طيب الديستريبيوتد فايل سيستم اوبجكت ده بيكول ازاي؟ بيروح يكول عن طريق حاجه اسمها الار بي سي اللي هو ريموت بروسيجر كولز، عشان يقول لها لو الفايل ده مثلا 10 بلوكس ولا 50 بلوك، اديني 10 بلوكس كده ابدا اشتغل فيهم. فادي للكاستمر او لل ادي للكاستمر البلوكس دي الادرس بتاعها. طيب السؤال بتاع نفسه دلوقتي، ازاي النيم نود بترجع الادرس؟ يعني الادرسز دي ممكن تكون صورتد بشكل مختلف اكتر من شكل، ازاي؟ وده السؤال اللي عايزين نساله هنا، هوت هنا ازاي النيم نود بتصورت الكلام ده. في اكتر من طريقه بتصور النيم نود ممكن تصورت بيها الادرسز، بمعنى ان ممكن عندي بلوك نمبر 1، انا هنا اكتب مثلا بي 1 تمام. بي 1 دي ممكن تكون موجوده على داتا نود نمبر 1، اسميها دي 1. اوكي اوكي، دي نمبر 1 ودي نمبر 2. اوكي، فعندي هنا دي 1 وعندي هنا دي نمبر او سوري. اوكي، وعندي هنا دي نمبر 1 ماشي، وعندي هنا دي نمبر 2. اوكي طيب، هي هترجع لي نمبر 1 ولا نمبر 2؟ ده سؤال حلو. قبل ما اقول الاجابه هديكم مثال شرحناه قبل كده. تخيل ان انا عندي 2 داتا سنترز، داتا سنتر في القاهره وداتا سنتر في اسكندريه. طيب الداتا سنتر ده عباره عن ايه؟ قلنا تخيل ان هو جراج مبنى فيه شويه سيرفرات. طيب السيرفرات دي متقسمه ازاي؟ متقسمه ان في حاجه اسمها راك، الراك ده تخيل ان هو دولاب مثلا محطوط فيه السيرفرات مع بعضها. طيب اول حاجه، لو انا عايز داتا والداتا دي موجوده في نفس الراك، هيبقى لها بريورتي عن لو موجوده في راك تاني في نفس الداتا سنتر. يعني انا ساكن في القاهره وانا عايز اجيب داتا موجوده في داتا سنتر نمبر 1 اللي في القاهره، اللي موجوده في راك نمبر 1 موجود فيها بلوك، فهروح مديهاني من الراك ده. طيب لو انا الداتا دي مش موجوده في الراك ده، في اللي هو راك نمبر 1، هيروح لراك نمبر 2 يدي من الداتا دي. طيب الراك نمبر 1 ماشي، لو الداتا موجوده فيه فهو اقرب لي، بدل ما يروح للراك تاني ده بيعتبر ان ده اقرب من ده. طيب افرض لفرض ما ان الداتا دي جزء منها موجود في داتا سنتر نمبر 1 وجزء داتا سنتر نمبر 2، فهو هيدور الاول داتا سنتر نمبر 1 لو الفايل ده فيه افيلابل نوت تديك الداتا دي ولا لا. لو مفيش هيوديك لداتا سنتر نمبر 2.
في الكتاب هو بيقول لك ان في حاجه اسمها النتورك توبولوجي في هادوب، وان هو بيختار هادوب بيختار البروكسيميتي للكلاينت، اقرب حاجه او النيرست نيبر، مش نيبر سوري، نيرست نود للكاستمر. هو مقسمها زي ما قلت كده، ان هو بيقول ان لو هي في نفس النود، لو هي الداتا في نفس النود يديها بريورتي اعلى. طب لو هي مش نفس النود بس نفس الراك يديها بريورتي رقم 2. لو هي في نفس الكلاستر بريورتي نمبر 3، مش في نفس الكلاستر كلاستر هي دي نمبر 4. تخيل ان هي ماشيه بالشكل ده. في الكتاب هتلاقيه هو بيشرح النتورك توبولوجي في الجزء هتوب ده، هتلاقيه قسمها بشكل كانها تري، تخيل انها تري، وان هو بيقول لك ان هو البريورتي ماشيه ازاي. طب سؤال بقى هنا، هل ممكن الكلام ده يتغير؟ انا كنت فاكر ان الكلام ده ستاتيك وان النيم نود بتمشي كده على طول. لا، النيم نود عندها طريقه ان هي ممكن تغير السيتنجز دي وتدي بريورتي مثلا اوفر سام فايلز او داتا سنتر على داتا سنتر ثانيه، ده ممكن يتغير. طيب قبل ما نخش النقطه الثانيه، هل ممكن ان الكلاينت يكون واحده من الداتا نود دي؟ يعني الداتا نود دي عايزه فايل مش حد من بره. المثال ده ايه قلنا عليه؟ هو هنا الماب ريدوس تاسك. لو فاكرين ماب ريدوس اكزامبلز، قلنا تخيل عندي ماب ريدوسر وانا عايز ريدوس تاسكس وعايز اجيب الماب بلوك، فممكن لو الماب بلوك ده موجود على نفس النود اخدها من نفس النود بدل ما اروح نود ثانيه. فده اللي في الاكزامبل في الكتاب بيقول لك ان لو الداتا موجوده على نفس النود هاخد البلوك من نفس النود. طب ازاي هيبقى نفس النود؟ لو عندك ماب ريدوس تاسك بترن على نود اكس، والنود اكس دي عايزه بلوك من الداتا، هتقراها من البلوك اللي هي فيه، او ماب انبوت مثلا فايل والفايل ده موجود على نفس الانبوت على نفس الداتا نود، هتروح للداتا نود دي الاول مش هتروح للداتا نود الثانيه، وبالتالي هو بيقسم ده بالشكل ده. طيب كده فهمنا ازاي النيم نود بتاوردر او بتعمل سورتنج للكلام ده. فالنيم نود هترجع الفيرست فيو اوبجكت من الفايل، حلو، الادريسز بتاعتهم، و هترجع اف اس داتا انبوت ستريم مش جافا اي او. في ناس كتير بتخلط ما بين بتستخدم ماب ريدوس ان هي بتفتكر حاجه جافا اي او، هي نفس البروسيس تقريبا، بس ده في جافا اي او ما بيرجعلكش اف اس داتا انبوت ستريم، بيرجع لك جافا اي او اعتقد ستريم فايل انبوت حاجه زي كده. فانت هنا نفس الكلام بس بيرجع لك اف اس داتا ستريم. في الكتاب ده بيقول لك حته كده مهمه، هو بيقول لك ان الاف اس داتا انبوت ستريم ده بيسبورت، لازم الاوبجكت ده بيسبورت فانكشن سيك. هو الحته دي ببساطه جدا بدون نخش تفاصيل، تخيل انك انت عندك في كتاب علامه كده بتقف عندها عشان تقول انا وصلت على النقطه دي مبكره. هي دي فكره الفايل سيك اللي هدوب يرجعها لك. هو بيقول لك ان في فايل سيك هنا عشان انا بكره، لو بكره فايل مثلا كمثال من الف لاين ونويت اول 500 رجعتهم للكاسم، اقف ارجع اكمل الحته دي بشكل كونتينوس. فده اوريدي سبورتد في الاف اس داتا انبوت ستريم. طيب لما يرجع الداتا للكلاين دلوقتي خلاص جاله الاوبجكت ده، يبدا يعمل ايه؟ يبدا يريد بقى، فيبدا يكول نمبر 4 اللي هي اف اس يريد من الاف اس انبوت ستريم. طيب في الاف اس انبوت ستريم ده ريد بيحصل ازاي؟ هو بيكونكت على الكلوزست نود الاول عشان يجيب الفيرست بلوك من الفايل، بعد كده هو خلص، بعد ما يخلص الجزء ده هو بعد ما يكونكت على الفيرست بلوك ويخلصها هيروح يكمل على اللي بعدها. بس قبل ما نخش على بعدها، انت ككاستم، انت ككلاينت، انت بالنسبه لك مش شايف البلوكس. احنا شرحنا الجزء في الفيديو نمبر 4 قبل كده، قلنا ان البلوك الفايل واحد ممكن اكتر من بلوك، فانت بالنسبه لك هدوب بيقى بلوك كي يخش يكمل البلوك اللي بعدها، يخش يكمل البلوك اللي بعدها. بس انت ك ك ك كيوزر انت مش شايف الكلام ده، انت كل اللي شايفه انت شايف انت كونتينوس بتقرا، بس هو فعليا هدوب ما بيقراش كونتينوس، بيقرا بلوك في بلوك بلوك. طيب حاجه ثانيه انت ممكن ما تاخدش بالك منها، انك انت افرض وانت بتقرا في بلوك مش موجود على نفس النود، هيروح لكل النود اللي جنبها يجيب لك منه البلوك ده، فالكلام ده بيحصل كونتينوس. طيب في نمبر 6 هنا، الستيب نمبر 6 ده كله في ريد، احنا هنا كان بيتكلم حته ان هو انت كونتينوس ستريم بتقرا مش حته واحده. طيب لو انت خلصت بلوك نمبر 1 هو بيبدا يجيب لك بلوك نمبر 2. خد بالك ان هو ممكن، يعني هو دلوقتي واحنا بنرجع بيقول لك يجيب لك الفيرست فيو بلوكس، ممكن تكون خاصة بلوكس دي، فيرجع يكلم النيم نود يقول له اديني اقرب نودز متاحه. خد بالك اقرب نود متاحه، انت بتاخدش اقرب نود وخلاص، ممكن اقرب نود دي عليها تاسكات تانية ومشغوله، فاديني اقرب نود متاحه عشان اخلص قرايه الفايل. لما تخلص قرايه الفايل يرجع بيحصل حاجه اسمها كلوز، اللي هي ان الكلاينت بيكول كلوز ميثود من الاف اس داتا انبوت ستريم. لو انت شغال جافا او اعتقد معظم اللغات بقى مانكا بايثون سكالا، هتلاقي نفس الميكانيزم ده. تقرا اي فايل، تقرا حاجه بتعمل اوبن، بيفتح بيرجع لك الانبوت ستريم، بتعمل ريد، بعد كده ده كونتينوس لغايه ما يخلص الداتا، ممكن ما تبقاش موزعه فعشان كده ده اختلاف، بعد كده بتكلوز في الاخر. فهي نفس الايديا هنا، الاختلاف انك انت الداتا
متخزن از بلوكس مش وان فايل، والبلوكس دي اللوكيشن بتاعها متخزن في الداتا نود، فانت بتروح تجيب اللوكيشن دي الاول وبعدين وبعدين تبدا تقرا جزء جزء لغايه ما تخلص الكلام ده. طيب ده كده الجزء بتاع ريد. ريد عمليه سهله مش صعبه شويه. الجزء الوحيد اللي احنا ما شرحناهوش بالتفصيل هتلاقوه موجود في الكتاب هو الجزء بتاع الهادوب نتورك توبولوجي، وزي ما قلت لكم هو بس كل اللي عامله ان هو مديها كانها ديستانس وكانها تري بيقرا الداتا وبيكتبها. طيب نخش بقى على الجزء الثاني اللي هو الرايت. فرايت هنا رايت فيها شويه تفاصيل زياده شويه، والجزء الكومون مش هنجوع عليه تاني عشان ما نضيعش وقت. طيب الكلاينت نفس الكلام عايز يكتب فايل، معاه فايل وعايز يكتبه. الفايل ده مش متقسم بلوكس، هو فايل فايل بس 1 جيجا 10 جيجا ايا كان، هو عايز يكتب الفايل ده في هدوب. فاول حاجه ان الكلاينت هيروح يكول فانكشن اسمها كرييت، موجوده في نفس الكلام في ديستريبت فايل سيستم اوبجكت دي اف. هنقول لما اقول دي اف اس هو ديستريبت فايل سيستم اوبجكت عشان ما نقعدش كل ما نعيد الكلام ده. اوكي فالدي اف اس ده يروح يقول ان النود يقول له والله لو سمحت انا عايز اكتب الكلام ده. بيقول ازاي؟ عن طريق الار بي سي بروتوكول، سوري اللي هو ريموت بروتوكول كولز ميكانيزم، انه بيروح يقول يقول انا عايز اكتب النيو فايل ده. طيب خد بالك ان النيم نود في الكتابه ما بترجعش دايركت تقول له اكتب فين، لا الموضوع فيه شويه تفصيل. النيم نود بتعمل شويه تشيكس. اول تشيكس هنا هل الفايل ده موجود؟ هتقول لي يعني ايه هدوب مش بيعمل ميرج؟ هدوب هو الفايل ال HDFS اميوتابل، فهو لو الفايل ده موجود مش هيكتبه، هيقول لك لا الفايل ده اكزيست فهيدي ايرور. طيب سؤال تاني اللي النيم نود محتاجه تسال نفسها، هل اليوزر ليه اكسس ان يكتب؟ يعني ما انا ممكن اي ما اديش، يعني عندي مثلا 5 يوزر، 2 داتا اناليست بيقروا بس يعملوا ريبورتات، و3 داتا انجينير، ليه ادي داتا اناليست يكتبوا لو هو ممكن يقروا بس؟ فنفس الكلام بيتشيك هل الكلاينت ده بيرميتد ان هو يكتب ولا لا. لازم الاثنين يكونوا نو يكونوا يس، يعني هو سوري المفروض اقول له يعني اف اكزيست، لو هو مش اكزيست انا اقصد يس يعني هو مش اكزيست، وليه بيرميتد خلاص النيم نود هتكريت ريكورد بالنيو فايل لسه مش تكتبه. لو لا هتدي اكسبشن، لما تدوا اي او اكسبشن او تدوا بيرميشن دينايد اكسبشن. طيب واحنا بناخد بالنا في الحته دي ان النيم نود زي ما قلنا بكده هي مش بتكتب الفايل، الفايل متخزنش فيها. النيم نود بتعمل ايه؟ النيم نود بتروح تخزن ريكورد ان الفايل ده هيتكتب بس لسه مش عارفه هتتكتب فين، ده لسه هيحصل الجزء ده بعدين. فالنيم نود تروح مرجع للكاستمر فايل اف اس داتا اوتبوت ستريم عشان يبدا يكتب بيستخدمه عن طريق الكتابه. فلما يرجع الكلام ده هنا اهوت، ده قلنا هنا مكتوب هنا اهوت اهي ان النيم نود بترجع اف اس داتا اوتبوت ستريم زي انتركتيف في جافا، هتلاقي في حاجه اسمها ستريم اوتبوت حاجه زي كده. اوكي طيب يبدا نمبر 3 ان الكلاينت يبدا يكتب. خد بالك هو بيكتب دي بقى حته يعني تفصيليا في شويه تكات، هنحاول نجوس الحته دي، هي مش هشرح كده بتفصيل اكتر بس انا هحاول اشرح كل جزء فيها بشكل عام. اول جزء ان الاف اس اوتبوت ستريم ده بيسبلت الداتا لشويه باكتس. حلو طيب الباكتس دي هل هو بيبدا يكتب على طول؟ لا بيبقى في حاجه انترنال كيو اسمه داتا كيو. خد بالك ان الداتا كيو ده يعني انت مش شايفه وانت مش بتمانج الكلام ده، ودي هي الفكره اصلا من اي فايل سيستم ديستريبيوتد، هي حته ال 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 التفاصيل اللي هي بيغنيك انك تمانجها. هو في حاجه اسمها داتا كيو، داتا كيو ده بيبقى كونسيومد باي حاجه اسمها داتا ستريمر اللي هو هيبدا بعدين يبدا يكتب. داتا ستريمر ده بيروح يقول الداتا نود انا هالوكيت نيو بلوك، بعد كده الداتا نود دي تقول له خد النودز المتاحه تكتب عليها. طب هتقول لي طب ما هو ليه ما يكتبش دايركت؟ هو مش عارف اني متاح، ما يعرفش اني نود فيها ستورج، اني نود فيها مساحه، اني نود فيها افيلابل تكتب عليها، هو بيعمل الحته دي. فالحته دي خد بالك هنا عندنا في تو كيوز، ده اول كيو، كيو ده موجود فيه بلوكس اللي المفروض تتكتب بس، وفي داتا ستريمر بيقول له انا هكتب فين، النيم نود بترجع له النودز السيتابل ان يكتب فيها. في ريد كان بيرجع له النودز السيتابل ان يقرا منها، عشان كده النيم نود عندها الادرسيز وكل الكلام ده، النيم نود هي عالم مدبر، هي اللي موجود فيها كل التفاصيل دي. طيب نيجي نمبر 4، يبدا الداتا ستريمر اللي احنا اتكلمنا عليه ان هو ده يبدا ان هو بيبدا يكتب، بس قبل ما يكتب الليست بتاعت النودز اللي بترجع للداتا ستريمر دي
بنسميها البايبلاين، او هو بيقولك ان هو بيكونستراكت البايبلاين. البايبلاين ده هو سيت اوف داتا نودز افيلبل تكتب عليها. خد بالك الداتا نود دي ممكن تتغير بعدين، بس هنتكلم ان هما مثلا دلوقتي تلاتة نود هيكتب عليهم الداتا دي. فده ستريمر هيبدا ياخد اول نود في البايبلاين دي يبدا يكتب عليها، لما يخلص يبدا. احنا عارفين عندنا في تو بروبرتيز مهتمين بيهم، اول حاجه المينيمم بلوك والنمبر اوف سوري المينيمم ريبليكيشن والديفولت ريبليكيشن. المينيمم ريبليكيشن هي المينيمم نمبر اوف ريبليكيشن المفروض تكون موجود، الديفولت نمبر 1. في ممكن بعض السيتنج يقول لك المينيمم نمبر 2 ريبليكيشن. حلو. طيب الجزء الثاني هو الديفولت ريبليكيشن. احنا نفترض في المثال ده ان احنا عندنا ديفولت كل باكيت كل بلوك تتكتب 3 مرات. حلو. طيب فاول حاجه هو بيبدا يكتب على اول نود، خلص الجزء ده خلص على اول نود يبدا يفورد للنود الثانيه، فورد النود الثالثه لغايه ما يخلص. طيب دي الجزء الجنرال لغايه ما يخلص لغايه اللاست نود سواء 3 4 ايا كان. في حته بقى ثانيه ودي حته برضه مهمه جدا بيعملها، حاجه اسمها الاي سي كي باكيت كيو. حلو. ال اف اس اوبوت ستريم بي مينتين انذر كيو. ايه هو كيو ده بقى؟ هو انترنال كيو تاني اسمه اي سي كي كيو. ده مسؤول انك انت لما تخلص لما كل النودز اللي المفروض يكتب فيها تخلص بيروح ياكنولج بيروح ياكنولج يعني هو النود الباكت بتتحط في الكيو ده وانس كل النودز اللي المفروض يكتب عليها اكنولج الكتابه. طيب في سؤال بقى هنا قبل ما اخش في السؤال ده، يعني تخيل عندي بلوك نمبر 1 كتبتها على فايل نمبر نود نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، فبالتالي لما خلصت الثلاثه النود دول خلصت الثلاث كتابه يروح حاطط ياكنولج على الكيو ده ان هو خلص كتابه، يروح الدنيا خلصانه. طيب بعد ما يخلص دي هنرجع السؤال ده دلوقتي تاني اللي هو بتاع ايه اللي يحصل لو واحده فيلد. طيب بعد ما يخلص نمبر 5 دي نروح نمبر 6 ان هو يروح يقول له كلوز انا خلصت كتابه. نمبر 7 الكلاينت كوميونيكيت مع نيم نود يقول له خلاص انا خلصت الجوب بتاعتي، يروح نيم نود مسجله الكلام ده. طيب نيجي بقى لمشكله وهي خد بالكم ان الصعوبه في الهدوب او في الاتش دي اف اس هو اليوز كيس زي كده، ازاي تمانج الفايلات الفيلير والريد والرايت لما يبقى عندك فيليرز، بالذات ان انت بتستخدم كوموديتي هاردوير ما بتستخدمش سيرفرات جاينت قوي تستخدم داتا عاديه عشان تريديوس الكوست. طيب هو بيقول لك في الكتاب بقى في الحته دي بيقول لك انك انت لو عندك نود انت بتكتب تحاول تكتب على النود دي ماشي نمبر 3 مثلا، والنود نمبر 3 دي الداتا عليها النود دي وقعت، يعني جيت تكتب عليها النود مش بترد او حصل فيلير وهو بيكتب سوري انا كنت المفروض اعمل كده اهوت ايوه كده اهوت. تخيل ان النود دي وانت تكتب عليها حصل فيلير، اللي بيحصل اول حاجه هو ال اف اس اوتبوت ستريم بيبعت بيكومينيكيت للنود ان حصل فيلير، هو بيكتب النود دي الباكت دي على الفايل ده على الداتا نود دي عشان النيم نود بعدين تبقى ادلت الفايل ده. كل الكلام ده يحصل اسينك انت مش شايفه قصاد عينك. طيب وبعدين النيم نود اوتوماتيك لما تخلص الباكت دي بتحط في الكيو، هي بتروح اوتوماتيك تكتب على النود دي، او لو النود دي وقعت تكتب على نود جديده الباكت اللي فيلد. فانت لو عندك مثلا بلوك فوت تكتب 3 تايمز، ال 3 تايمز دي واحده منهم فيلد، بنروح نكومينيكيت للنود نقول لها في باكت فيلد، فالنيم نود اوتوماتيك لما نود النيم نود دي ترجع سوري داتا نود دي ترجع تروح ماسحه الفيلد بارشل اوف فايل، لان ساعات الفايل ما بيكتبش مره واحده بيتكتب على اجزاء، فيبقى الفايل تمسح الجزء ده وتكتبه من اول وجديد. طب النود دي كلها فيلد تروح كاتباها في نود ثالثه على حسب الكونفيجريشن بتاعتك. الكونفيجريشن الاولى اسمها fs.nimnode.replication.min دي اللي هي ديفولت نمبر 1. النيم نود الثانيه او الريبليكيشن فاكتور اسمه دي اف اس ريبليكيشن، ده اللي هو ديفولت نمبر 3. دي الجزء اللي انت محتاج تعرفه ان لو حصل فيلير ان النود هاندل ده. طيب تفصيليا بقى الحته اللي ما بين يعني بصراحه حته الفيل دي لو فتحت الكود بتاعها هتلاقي ان في كام اسينك كولز بيحصل في الباك جراوند، هل انت محتاج تعرف التفصيل ده؟ لا انا مش محتاج تعرف التفصيل دي، محتاج تعرف ان لو حصل فيلير ان النود اوتوماتيك هتهندل الكلام ده، وانك انت في بعض الشركات بتقول لك انا عايز المينيمم ريبليكا 2 عشان اضمن ان ما يحصلش ان 1 ريبليكا بس موجود على 1 نود، فالنود دي لو وقعت يحصل مشكله، فهي
بتميك شور ان عندي 2 نود مينيمم بتقدر موجود فيهم الداتا دي، حتى لو تالتة فيلد مش مشكله ان النود تبقى تكتبها بعدين او تجيب نود تانية يكتب عليها الداتا. ده بشكل عام ريد ورايت في هدوب في اتش دي اف اس. في تفاصيل ممكن في النص احنا ما دوسناش قوي ان هي مش مهمه، بس انا كده ادينا الليفل العام بتاع ازاي الريد ورايت بتحصل. اتمنى الموضوع يكون واضح. انا بريكومنت ال 6 بيجز من كتاب زي انتمي اوف فايل ريد وفايل رايت عشان الدنيا تكون واضحه عندكم. واشوفكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.